كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة بداية صوم الأباء الرسل من أجمل وأحلى الأصوام في الكنيسة كلها. لو حد بيشوفنا يقول لك ده صوم الخدام، هو صوم الخدام، بس هو صوم طبعا لكل الشعب. يعني صوم الأباء الرسل هو صوم كتابي. متى يعني رفع العريس حينئذ يصومون، اللي هيرجع لأعمال الرسل برضو 10 10. صوم الأباء الرسل من الأصوام الجميلة في تاريخ الكنيسة. صوم الأباء الرسل دايما تلاقي فيه رسمات الأباء الكهنة، وتلاقي فيه رسمات شمامسة، وتلاقي فيه يعني الكنيسة دايما تتكلم فيه عن الخدمة، خدمة الأباء الرسل اللي يعني جالوا العالم كله ولفوا العالم كله من أجل نشر كلمة المسيح، ومن أجل نشر كلمة الإنجيل في كل مكان في العالم. صوم جميل وصوم مقدس. السنة دي جاي 29 يوم. احنا عارفين ان هو من سنة للتانية بيختلف عدد ايام الصوم، لكن السنة دي جاي 29 يوم. ان شاء الله يبقى صوم جميل وصوم كله بركة. وياريت نتعلم بقى من، يعني انا اول واحد يعني احب اتعلم من حياة الاباء الرسل وحياة الاباء الاولين، ازاي بالصوم قدروا يقتنوا فضائل كتيرة جدا، وازاي قدروا ده يستفيدوا منه في خدمته. الرسل بدأوا خدمتهم بعد حلول الروح القدس، واللي اداهم القوة واللي اداهم النعمة للكرازة وللخدمة. يا رب الأيام دي تكون كلها خير وكلها بركة وكلها خدمة، والخدمة مهما كانت تتعدد بقى أنواعها وأشكالها، ومش شرط أن الواحد يكون خادم في الكنيسة ولا ليه خدمة ظاهرة كده وباينة، لكن كل واحد فينا يقدر أنه يكون خادم. تكون خادم بقى في بيتك، تكون خادم مع أولادك، تكون خادم بابتسامة، تكون خادم بالعطاء، مش لازم حد يشوف، أو زي ما بقول كده تكون خدمة بشكل رسمي أو معروفة، تكون خادم في مدارس الأحد لأولادك، تكون خادم بقى بأي شكل، لكن المهم أن أنت تكون خادم. وبعد ما عشنا فترة الصوم الكبير، بعد ما عشنا أفراح الخمسين، بعد ما احتفلنا بعيد حلول الروح القدس، تبتدي فترة الصوم معاها فترة الكرازة والخدمة والعطاء مرة تانية. كل سنة وحضراتكم طيبين.